اولا تحيه نضاليه لهذا العرس النضالي اللي كتقدمو التنسيقيه ديال الاساتذه المتعاقدين. وحنا كجامعه وطنيه للتعليم دائما كنا في جميع اللقاءات ديالنا كنندو بهذا السياسة اللي كتكرس الهشاشة داخل قطاع التعليم. كنا دائما كنقولوا بأن التعاقد ما يمكن أن يفرزه هو أن يفرز الهشاشة في الوسط التعليمي، وبالتالي أن المعاناة ديال هاد الأساتذة وعدم الاستقرار ديالهم في الشغل، كل هذه المسائل هذه ما بديها إلا أن تنتج منظومة معوقة. وحنا دائما كجامعه وطنيه للتعليم نبهنا المسؤولين على هذه السياسه، لانها سياسه انفراديه اللي دائما كانت كتطبقها حكومه بدون اشراك الفرقاء الاجتماعيين. الوغ حنا في الجامعه الوطنيه للتعليم موقفنا ثابت مع هذه القضيه، موقفنا دائما اننا ما يمكنش نمشيو بقطاع التعليم في اطار التعاقد، لان التعليم هو الراكزه الاساسيه، هو الدعامه الاساسيه ديال المجتمع، وبالتالي ان ما يمكن الا ندينو هذه القرارات الحكوميه المجحفه في حق هذه النساء ورجال التعليم. وبالتالي اننا هذه المسيره هي واضحه، هذا الكم الجماهيري اللي حاضر ما هو الا تعبير من مجموعه ديال الفعاليات على ان سياسه التعاقد ما يمكن الا تعطي مثل هذه الاوضاع ومثل هذه الممارسات، وبالتالي ان الاستقرار ديال البلاد هو ادماج هاد المتعاقدين والحاقهم بسلك الوظيفه العموميه. ونعلن كذلك للراي العام الوطني والدولي على ارجاع كل الاساتذه المرصبين والمطرودين بدون شرط او قيد، وكذلك بالنسبه للمستحقات لاساتذتنا بفوج 2017 فمن العيب والعار لمده اكثر من سنه والاساتذه لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم الماليه، فنطالب بصرف في اقرب وقت ممكن هذه المستحقات. وعاشت تنسيقيتنا الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صامدة ومستقلة وشامخة. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.